مرحبا بكم الناس الكل في ساعتنا الأخرانية في أولاد الكب. كما استنسنا ساعتنا الأخرانية نبداوها بتبانة اليوم، زعما شنو العشاء نتاعنا كالعادة؟ الشافي مين يقترح علينا شنو هو المنيو، شنو نجم نطيبوا العشاء الليلة؟ رسالة خفيفة سهلة وخاصة تكون بنينة. الشافي مين معنا بالتليفون، ألو على السلامة. اهلا عسلامه، مرحبا بكم، مرحبا مستمعين كفاسم الكل، ونسمى نسلم على الكيب كل تاع ولاد الكاب. تحيه ليك وربي فضلك. شافي مين، شنو احوالك؟ طمنا عليك. والله الحمد لله لاباس، نعتذر على امبارح على خاطر الله غالب امور تقنيه عندي انا في صحة جيدة. مش مشكل، المهم خليتنا البارح بلاش عشاء شافي مين، ما دبرنا روسنا ميسيرش، دبرنا روسنا البارح، دبرنا روسنا. يلا مشينا عليكم اخويا، نعرف تبارك الله عليكم، نعرف مستمعين ولاد الكاب يقدوا ريحهم في العشاوات. فوالا يعطيك صحة شافي مين. دونك نمشيو مع بعضنا لدبارة اليوم. دبارة اليوم، دبارة اليوم. شافي مين، شنو عندنا بالنسبة للعشاء الليلة ترى؟ والله ما كتعرف تحضيرات راس العام شوي شوي هكا، باش نعطي افكار، باش نعملوا اون سالاد فاري افيك دي ليجوم فاري، اما باش تكون متنشه بشويه فرويد مير، فرويد مير موجود نقاو كونجولي صحيح، وكان فما الفري اش خاص. باش ناخذوا كيما نقولوا نحن كعبه البطاطا، ناخذوا كعبه بطاطا كعبه سفناريه، هذوما نقسموهم مربعات اوندي، ومن بعد نصمتوهم وحدهم، بعد ما نصمتوهم نستقطروهم مليح مليح من الماء، نخليوهم وحدهم، ناخذوا الفرويد مير مقدار 150 غرام فرويد مير، نقصوه يكون شويه كالامار ولا كعبه شيفريت ولا اللي موجود يكون مخلط، ناخذوا الفرويد مير نتاعنا اول حاجه نغليوه في شويه ماء، وبعد ما نغليوه في شويه ماء كيف كيف نستقطروه، وناخذوا بواله مقله كبيره نحطوا فيها مغير فيها الزبده، المغير فيها الزبده هذه نحطوا فيها الخضره المصموطه ونزيدوا عليها الفرويد مير ونسطيوهم مع بعضهم. ما ننساوش باش نفوحوهم ملح وفلفل اكحل وشويه كمون، شويه كمون مش برشا شويه، حتى ما نخليوش مطعم الكمون يطغى، ما هو تكسير مطعم مع الملح والفلفل الاكحل، وهنا يكون عندنا اون سالاد فاريي بالفرويد مير. بالفرويد مير. هذه بالنسبه للانتري شافي مين، سالاد سامحوني فاريي افيك لو فرويد مير بالطبيعه واللي ليغوم اللي عندنا في الدار. سينو سويت شافي مين، شنو عندنا شافي مين؟ بالنسبه للسويت باش نعملوا سمان فخسي، سمان فخسي ناخذوا كعبه سمان، نجموا نحن في العائله مثلا اذا كان اربع من الناس ناخذوا اربع كعبات، كل واحد هيك كعبه نتاعو ولا دوبل معناها كعبتين، السومه نتاعها الساعه هذه، ناخذوا السمان نتاعنا نعملوا ديكورجي نحطوه في شويه ماء شويه مع قطره خل، يسيب الزيت نتاعو كله والسيخ نتاعو كل ينضاف في درجين من زمان، من بعد ناخذوا السمان نحضروا لها ماريناد نفوحوها، نعملوا لها مغرفتين زيت زيتونه معها شويه كركم شويه ملح فلفل اكحل، مغير فهريسه عربي هنا باش تبدا فيوحه، شويه ثوم شويه فل، نغطسوا فيها السمان نتاعنا نفوحوها ونعملوا لها الفارس نتاعها، الفارس نتاعها اللي هي باش تكون قوطه وسبناخ، قوطه وسبناخ مقصوصين مع بعضهم خلطين مع بعضهم سبناخ مقصوص، ونفرسيهم نحطوهم في فور 180 درجة لمدة 30 دقيقة، يكون السمان نتاعنا طايب وناضج، ونحضروا لهم اون صوص طماط، تكون ناخذوا طماطم جوج طماط، تبدا فما أربعة كعبات طماطم نرحيوهم، ونفوحوهم شوية كليل وزعتر وحبق معاهم، وبعد كي نحطوهم في صحن نحطوا صوص طماط نتاعنا، نحطوا فوقهم السمان، والا السمان بيدو نحطوا فوقه الصوص طماط، هذا هو السويت نتاعنا تاع اليوم. هذا بالنسبه للسويت نتاعنا نتاع اليوم. دونك شيف امين اسمعني، بالنسبه لليلة راس العام حاجه عاديه انه التوانسه الكل ياخذوا الدجاج والفريت وكل الامور هذوكم الكل، فوالا دونك ماشيين في المود، فوالا ماشيين في مود ريفيون. هذا بالنسبه للسويت نتاعنا شيف امين، سمان كما قلت انت المده 30 دقيقة ما يشدش برشا، وبطبيعة تفاصيل الروسيت نسال كل اللي تتفرج فينا توا حتى لي جون اللي حبوا يطيبوا السمان يلقاو تفاصيل كلها على الباج فيسبوك نتاعنا غاديو كاب اف ام. سينو هكا نوصلوا مع بعضنا للديسير شيف مين، وما أدراك ما الديسير اللي نجم يكون حتى للسهرية نتاعنا نسهروا به ديسير زعما اليوم ولا شيف مين؟ تعرف كل عائلة توا تخمم في خبز الجاتو تاع راس العام، أيوة الجاتو باش نحضروا لها الجينواز، الجينواز نتاعنا باش تكون جينواز نوازيت، باش ناخذوا خمسة كعبات عظم، 150 غرام سكر، 150 غرام فارينة، معهم فما برودوي اسمه الجيلك، نركلوها كل مع بعضها ونحطوها في طبيق ونحطوها في درجة 200 درجة لمدة 15 دقيقة، تخرج ورقة جينواز طايبة حتى الدرجين تنجم تسيب، نقول أنا من الدرجين 15 دقيقة وقت لي هنا الجينواز نتاعنا قبل ما نحطوها في الطبق وكل شيء، ناخذوا معها 50 غرام بوفريوة ونخلطوها، نجموا نذروها ذرين فوقها
وتيب معها في الفول. حضرت ورقة الجينواز باش نحضروا لها كريم اوبر، كريم اوبر باش ناخذوا 100 غرام زبده، 100 غرام سكر محاور مسهله، نركبوهم كل مع بعضهم، نركبوهم كل مع بعضهم كيف كيف، باش نحطوا لها لاروم دو نوازيت باش تبدا كلها نكتها نوازيت. نوازيت هذوما الزوز حضروا، ناخذوا السيركل نتاعنا تاع الجينواز معناها تبدا ديامتر 20 والا 15، نطبوهم سيركلويت فوق بعضهم، ناخذوا ليتاج الاولاني نحطوا له شويه قهوه، ومن بعد نحطوا له الكريم نوازيت، ومن بعد نعاودوا نحطوا ليتاج الثاني لو نوصلوا الفورما تاع خبزه. نحطوها تبرد مده 30 دقيقه في الكونجيلاتور، تشد روحها شويه، ومن بعد نخرجوها نغلفوها كل بالنوازيت المهروشه. ما نقعدوش نعملوا برشا ديكوراسيون ولا نصعبوا فيها، اما لاسيوس نتاعنا يلزم النوازيت تكون مقليه في الفور، تكون محمره مليح، ومن بعد نخليوها تبرد، ومن بعد نهرشوها معناها بقلقال والا نرحيوها في الروبو ونغلفوا بها الخبزه نتاعنا، وتكون عندنا هنا جاتو نوازيت. ونقول لكم صحه وبالشفاء. صحه وبالشفاء لينا الناس الكل. دونك شهيتنا شفامين من توا في الجاتو نوازيت وجو الريفيون، بالطبيعه سهريه تبدا مزيانه مع هكا خبزه الجاتو والجو هذاك نتاع العشاء وليله الريفيون كما تعرف انت، ليله مزيانه برشا. يبان نعاود نذكر المستمعين اللي خلطوا علينا توا، دونك في لونتري كما قلت لنا شاف يمين عندنا سلاد فغي هذاك الفري ميت، اي بالضبط. دونك وبالطبيعه موجوده فيها الخضره اللي نجموا نزيدوها اللي عندنا في الدار. السمان اللي هو السويت نتاعنا بالنسبه لليوم اللي ما يشدش اكثر من 30 دقيقه، نتصور ما يفوتش اكثر من 30 دقيقه. دونك بالنسبه للسويت نتاعنا، وسينو الديسير وما ادراك ما ديسير، البنه غادي في الجاتو نوازيت. بالنسبه للعشاء نتاعنا فوالا الديسير نتاع العشاء نتاعنا نتاع الليله، ولا نجم يكون حتى للسهريه مع قهوه وفيلم بعد شويه نعطيوهم كبتي الفيلم. ايبا نجم تحطوا الفيلم مع خبيزه الجاتو نوازيت. دونك نتصور سهريه فتوق ان شاء الله يا ربي تتعدى، وسهريه مزيانه لينا الكل يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه شاف امين، مشكور جدا على دبره اليوم، نتلقاو غدوه ان شاء الله في موعد جديد وتعطينا دبره جديده ان شاء الله، سبيسيال ريفيون ان شاء الله غدوه بقدره الاله. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. هذه دبره اليوم. دبره اليوم، دبره اليوم. ما زلت انا نصيف ساعه من زمان نسمع فيها موسيقى بنينه، يلا علاش ليه روبي يقول لكم دي جي سبيرانتو روبي.